نضع اليوم نقطة النهاية لأشغال المجلس الوطني التأسيسي، ونترك للقراءة التاريخية الموضوعية مهمة التحليل والتقويم. بهذه الكلمات ودع مصطفى بن جعفر رئاسة البرلمان التونسي، ومنحها آليا لمن يلقب بشيخ المناضلين علي بن سالم أكبر النواب سنا. جلسة الافتتاح سجلت حضور رؤساء الأحزاب وكبار المسؤولين الحكوميين وممثلي المنظمات الوطنية، جلسة مكنت النواب الجدد من استكشاف خطواتهم الأولى ومن إبراز أولئك الذين يعيدون التجربة طموحاتهم ومهامهم الجديدة. دخول اليوم المجلس النواب البرلمان التونسي يدخل التاريخ كأول برلمان في العالم عليه تمثيلية الحزب خاص بالفلاحين. هناك عملية انتقال من مرحلة التأسيس إلى مرحلة البناء، نعتبر أنه ما زلنا في مرحلة البناء. المجلس الوطني التأسيسي أعطى لتونس دستور، وأولى أولويات مجلس نواب الشعب باش تكون تركيز المؤسسات الدستورية اللي هي باش تكون ضامنة للديمقراطية. أخذ ورد شهدته الجلسة العامة إضافة إلى تعليق متكرر للأشغال انتهى إلى إبقاء الجلسة مفتوحة، واتفق الجميع على تأجيل التصويت على رئاسة البرلمان إلى يوم الخميس المقبل من أجل مزيد التنسيق والتشاور. ويبدو النائب عن نداء تونس محمد الناصر الأوفر حظا بين المرشحين لنيل ثقة أغلبية النواب لهذا المنصب. بناء جمهورية ثانية أول مؤسسة يعني برلمانية متعدة وقع انتخابها بانتخابات حرة شفافة وفي ظروف طيبة، هذا يجعلنا نأمل الخير بالنسبة للمستقبل. وتعكس التجاذبات التي شهدتها الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب التونسي التأثير الكبير لرهان الانتخابات الرئاسية واستمرار الفجوة في وجهات النظر بخصوص المستقبل السياسي القريب لتونس. 217 نائبا يدخل أغلبهم البرلمان للمرة الأولى لطي صفحة التأسيس ورسم ملامح تجربة نيابية تمتد لخمس سنوات ستكون حاسمة في تركيز مقومات الدولة المدنية الديمقراطية. أيمن الرزقي، سكاي نيوز عربية، من أمام مجلس نواب الشعب تونس.